مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. كل الشكر وكل الحب حقيقي حقيقي بجد حقيقي. أنا بشكر كل المشتركين وعلى اشتراكهم الجميل. وصلنا ل 10200، عقبال ما نوصل كل يوم 100 مشترك. ده يدل على إن القناة الحمد لله بيكم مش بيا أنا، قناة جميلة وقناة الناس بتحبزها. بجد برجع الفضل ليكم في كل حاجة. والنهارده أنا بقول وبكل ثقة وبكل شيء جوايا، مهما حدث ومهما حصل ومهما حاول الأعداء من خارج وطن مصر إنه يشعل الفتنة الطائفية في وطننا الحبيب بينا كمسيحيين ومسلمين، إخوات من أب واحد وأم واحدة، أبونا آدم وأمنا حواء. الدين لله والوطن للجميع، كلنا نعبد الله الواحد الأحد. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الإيه، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. حقيقة استنكرنا، كما أن الأزهر يستنكر تصريحات مسؤول فرنسي حقير عن الإسلام، واستفزاز غير مبرر ومتعمد لمشاعر إخوتنا المسلمين حول العالم. يعرب الأزهر الشريف عن استنكاره لتصريحات غير مسؤولة أدلى بها مسؤول فرنسي ربط فيها الإسلام السني بالإرهاب، وقال إنه يشكل التهديد الأكبر لبلاده ولأوروبا، مضيفا في بيان. ويؤكد الأزهر أن تكرار صدور تلك التصريحات وأمثالها من مسؤولين أوروبيين رسميين، رغم ما تبين للعقلاء في الغرب والشرق من تأثيراتها السلبية على المواطنين المسلمين في المجتمعات الأوروبية الغربية، وإنما يعبر عن جهل عريض بالإسلام وتنقل لحضارته وتاريخه القديم والمعاصر، واستفزاز غير مبرر ومتعمد لمشاعر إخوتنا المسلمين حول العالم. ويحذر الأزهر الشريف أن هذه التصريحات هي بنفسها جزء من الإرهاب الذي يمارسه بعض المسؤولين الأوروبيين ضد حضارة الشرق وحضارة الإسلام التي أيقظت أوروبا من عصر الجهالة والظلام والوحشية. ثم هو إطراء على التاريخ وتشويه متعمد لحضارات الأديان قديما وحديثا. كما يحذر الأزهر الشريف المسلمين حول العالم من أن هذه التصريحات غير المسؤولة تبعث على إسكاء الصراعات المذهبية وبث الفتنة بين أتباع مدارس الفكر الإسلامي المتعددة، وتعميق الفرقة والنزاع والصراع في عالمنا العربي والإسلامي. حقيقة الأمر غريب ما يحدث لنا. ولماذا؟ وليه الصندل في رجل المسيح هنا مخلوع؟ كتير مش بياخد باله من الحتة دي. في أيقونة العذراء إلى في جانب المذبح من بره، من جمال كنيستنا وروعتها كل حاجة ليها معنى كتابي. الصندل المفكوك بيشير أن المسيح جه بعد رفضه من بيت مخلوع النعل. إزاي؟ بوعز اللي اتجوز رعوز بعد ما الوالي الأول رفض إنه يتجوزها ويقيم نسل الجزء المتوفي، فك روان الأرض وقبل أن يتجوزها، وراح قدم الوالي الأولى نعلة وخلعه قدامه كإشارة إنه قبل يكون والي رعوس بدالة وقدامه وشهود. وده الشاهد رعوس إصحاح 4، وهذه هي العادة سابقا في إسرائيل في أمر الفكاك والمبادلة لأجل إثبات كل أمر. يخلع الرجل نعله ويعطيه لصاحبه، فهذه هي العادة في إسرائيل. فقال الولي لبوعز: اشتري نفسك
وخلع نعله صفر رعوس، ومن نسل رعوس وبوعز جه عبيد الى خلف يسة الى خلف داود اللي هو جد المسيح. وبكده يكون المسيح اتربط من الوالي الاول الى بيته، بقى بيت مخلوع النعل بعد ما رفض رعوز جدة المسيح. وده شرح لي بيترسم الصندل المخلوع، ودي فيها تأمل رائع عن قبول الله للمرفوضين. رعوز مرفوضة من الولي الاول، وانه بيكرمهم وبيعوضهم وبيجي كمان من نسلهم. متعة المعرفة، تحياتي ورجائي للمحبة. سويروس يوجه رسالة للاعب المصارعة بمخدودة: ارجع وانا اصلح كل اللي ضايقك. وجه رجل الاعمال نجيب سويروس رسالة الى المصارع احمد فؤاد مخدودة، لاعب المصارعة احمد فؤاد مخدودة اللي اختفى بعد مشاركته في بطولة افريقيا في تونس. وكتب سويروس في تغريدة على تويتر: ارجع وانا اصلح كل اللي ضايقك، احنا ولاد بلدك عايزينك. حقيقي شيء جميل جدا جدا، والشيء اللي يستفزك فندق محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده بتورته دولارات وسجاره وصابونه ذهب. ما اجمل يحتفل النجم محمد رمضان على مصالح الشعب. رمضان أمس 23 مايو بعيد ميلاده 35، وبهذه المشاركة أو هذه المناسبة شارك جمهوره فيديو يوثق لحظة الاحتفال بعيد ميلاده داخل أحد الفنادق الشهيرة بطريقة ظريفة. وقام فريق الفندق بإهداء محمد رمضان تورت الشوكولاتة مزينة بالدولارات والسيجار وصابونة ذهبية، وهي الأشياء التي أثار بها الفنان والجدل في الفترة الماضية. محمد رمضان عايز إيه من الشعب المصري غلبان؟ محمد رمضان عايز يعمل إيه في الشعب اللي مش لاقي اللقمة؟ محمد رمضان هيعمل إيه في الشعب أو الوطن اللي تحمل مسؤوليات كتيرة وبيتحمل ظروف اقتصادية صعبة؟ نرجو عدم استفزاز المصريين أكتر من كده. رجاء محبة، أطلب منكم بكل محبة ما نستفزش الشعب، لأن الشعب يعني كال طبحه. ونشكر ربنا إن بقيادة رئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونطلب من الله بصلوات غبطة قداسة البابا تودروس بابا وطريق الكرازة المرقسية أن يبعد عنا الغلاء والوباء والسفهاء وأعداء السيف. وشكرا لكم أحبائي وأعزائي، لا تنسوا اشتراككم في قناة الملكة والأمير.